بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق كينغسبيري في مدينة كلامبو في سريلانكا. نسوق غرفة من نوع بريميوم، الغرفة تطل جزئيا على البحر. هذه هي الغرفة، وهذه إطلالة الغرفة من الزاوية البعيدة. هذه هي الغرفة، الغرفة لا تحتوي على بلكونة، وهنا إطلالة للغرفة. يوجد أيضا هنا كنبتين صغيرتين مجلسين للجلوس في الغرفة، وهذه إطلالة أخرى للغرفة من هنا على البحر، جزئية على البحر طبعا. هنا يوجد فيها تلفاز، ويوجد فيها أيضا هنا مطبخ صغير، صانع قهوة، إلى غيره. هذه هي الغرفة، غرفة من نوع بريميوم في فندق كينغسبيري في مدينة كولومبو في سريلانكا. هذا هو الحمام للغرفة من نوع بريميوم. فينا يوجد أيضا الشطاف، يوجد أيضا هنا الدش. إذا غرفة من نوع بريميوم في فندق كينغسبيري في مدينة كولومبو في سريلانكا. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هذه الغرفة من جهة أخرى.